السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ يا رب تكونوا بخير، وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من لعبة ارك سرفايفل موبايل. بهذا الفيديو اليوم راح نروض الار جي، فتابعوا معي الفيديو بعد الفاصل ويلا بينا. طبعا علشان تروض الار جي شو تحتاج؟ تحتاج لهاي الشغلات مثل ما تلاحظ، تحتاج 3 بيضات من بيضات الاستاجو علشان تصنع الكيبل، وتحتاج هاي مسرع الترويض، واذا عندك مثلا كروس بو تحتاج 100 وتقريبا 100 سهم، واذا عندك مثلا لونج ليك كذلك تحتاج مثلا 50 طلقة، وحسب يعني جيب كل الطلقات اللي عندك. وتحتاج لثلاثة من الجيت فارم وبابين للجيت علشان تحبس الار جي داخلهم، وتحتاج لهاي علشان تحمي الار جي مثلا بعد ما توقعوا، يعني تحميه مثلا انه ما يجي مثلا ديناصور مثلا يعضوا، هذا يروح التيمينج ايفكت. وتحتاج لهاي البايوتوكسين علشان التخدير، يعني تخدر الار جي مثلا علشان ما يصحى. وتحتاج هاي الغرفة مثلا تعمل بهاي الحيطان والسيلينج والفاونديش والبيت، تعمل مثلا غرفة علشان تنام فيها علشان تصحى ثاني يوم تلاقي الار جي جوعان علشان ياكل الكيبل بسرعة. خلونا نروح نعمل الكيبل. طبعا انا راح اقسم لكم الفيديو اقسام لحتى اللي بده يشوف شيء مثلا صناعة الكيبل مثلا ترويض الار جي يعني فورا يشوفه. فخلونا نروح نصنع الكيبلات بالاول، ناخذ 3 بيضات الساقو، بعدين نروح ناخذ مطربانات المي من عند الماموث، انا حطيتهم داخل الماموث، اعطيني اياهم. بامكانك تستعمل هاي كمان يعني، بس مو مشكله، انا راح اخذ هذول، اذا ما عندك من هذول استعمل هاي الثانيه. نروح نعبيهم مي كمان من البحر، ما شاء الله مية البحر تنشر بلعبه ارك. نجي هيك بهذا الشكل، نعمل لهم فيل بهذا الشكل، بدل ما يعبي المطربانات هو عم يشرب. بعدين نروح ناخذ، خلي نحول على منظور الشخص الاول احسن، ناخذ الجيرك برايم ميت، طبعا مو الميت العادي، الجيرك برايم ميت هذا اللي ينصنع من هذا، مو الميت الجيرك العادي يعني اللي ينصنع من اللحم العادي، لا البرايم ميت، البرايم الجيرك برايم ميت، ما بعرف البرايم ميت جيرك عفوا. بعدين نروح ناخذ موجوبيري، انا عندي موجوبيري، والله ما عندي ميجوبيري، خلينا نروح على الماموث ناخذ الميجوبيري. ما عندك موجو بيري الماموث؟ كويس، عنده كثير موجو بيري. بعدين نروح ناخذ ليمون، الليمون السترونال، والله بعدين نروح ناخذ ليمون، الليمون السترونال، عفوا اخواني ترى ضو الفلاش طفي. الفلاش عندي عطلان. السترونال هو الليمون، هذا هو الليمون مثل ما تلاحظون، هاي هي شجرة الليمون، هذا هو تاخذونه علشان تصنعون الكيبل تبع بيضة الاستاجو. بعدين نرجع على هاي الطباخة، هلا تقولوا لي شو هاي الطباخة؟ مو طباخة، القدر عفوا، مو طباخة. بعدين نجي نحط ال3 بيضات استاجو، نحط السترونال، انا جعت والله جعت، خلينا ناكل لحمني. ونحط كمان الميجو بيري، هو ما يلزم يعني يلزم من كل شيء حبه، بس مو مشكله انا على السريع احطها على السريع. ونحط كمان البرايم ميت جيركي، خلينا نشيل هاي ونشيل هاي كمان فاضيه ونشيل هاي. طبعا احنا يلزمنا فقط 3 يكفوا، او خلي 4 مو مشكله، 4 كمان، لا انا ما عندي غير 3 بيضات. ايه وشو بقى عندنا؟ بقى عندنا شو اسمه الخيوط، تمام، حط كمان مي مو مشكلة، حط كمان وحدة برايم ميت جيركي،
علشان يكتمل، ونحط لايت فاير بهذا الشكل ويبلش ينتجنا الكيبل. حملونا يا شباب الضوء، الفلاش طفى. الفلاش لايت طفى، تحملونا يا شباب. بس الفيديو هذا لبين ما اجيب فلاش ثاني. المهم توصلكم الفكره، اكتبوا لي بالتعليقات اذا تحبوا مثلا، يعني تحبوا تشوفوا الفيديو مثلا صوت وصوره، او يعني بعمل لكم فيديو بدون ما اظهر انا. انتم اهم شيء عندكم الفكره، توصلكم الفكره. ممتاز، وهيك نكون صنعنا كل الكيبلات. خلينا نطفي النار، خلينا ناخذ هذا كمان ناكله على الطريقه اللي جينا. هلا شو بدنا نعمل؟ ناخذ الجيت، ناخذ هذا المسرع، وناخذ اللونج ليك. انا ما بدي استعمل الكروسبو، اخذ اللونج ليك. ناخذ هول ستاك كمان، وناخذ كمان الجيت، وناخذ هاي من باب الاحتياط، وهذا البايو توكس كمان ناخذه. تمام، وخلي ناخذ الكروسبو، يمكن هذا اللونج ليك يعني يدمج كثير. اعطيني الكروسبو كمان، مو مشكله. صار ثقيل والله. خلي نقص كم شغلة علشان نخفف الوزن. في مي، أنا جنب البحر بدي أروح. الخشب يعني كثير ثقيل. تمام، وزننا تمام. هلا نروح نطلع بالبترادون، ونروح ندورنا على RG ليفل عالي. يعني حرام نخسر كيبلات على ار جي كل هالتعب يعني، ونروح نروض مثلا ار جي بيض. لا، نروح ندورنا على ار جي ليفل عالي. انا خابر انه في ار جي ليفل عالي عند هاي ال هون عند الشط هذا. ليك، وهذا هو الار جي اللي انا جبته لهذا الطرف. شباب حاولوا انه تروضوا ار جي وانت علشان تستفادوا من البيضه، يعني تصنعوا كيبلات من البيضه. خلي نعمل الفخ هون علشان نستدرج الار جي، بس ما يكون في ساكرو هون تمسح. ان شاء الله ما يطلع في ساكرو. نحط اول وحده، بعدين نحط الثانية، خليها شوي قريبة. إن شاء الله ما أكون أخطأت. معقولة يطلع من هذا المجال؟ نحط الثالثة كمان، خليها شوي قريبة. لا، أنا أقول ما بيطلع. إن شاء الله ما بيطلع. أنا شو، ليش أنا بتحرك؟ يا شباب اللعبة من كثر مواقعية أحيانا أنسى حالي. يعني لعبة واقعية، الواحد ينسى حاله ويتحرك مع هذا. نحط الباب كمان، إن شاء الله ما نكون نسينا الأبواب كمان. نحط الباب الأول. والله هذا يا شباب، لا تمام، أمورنا تمام. نروح نركب البترادون. خلينا نجهز اللونج ليك. ممتاز، امورنا تمام. ونركب البترادون. لا يا مسكين البترادون، ضربته. ليكو الار جي. تعالي يا ار جي، تعالي. 280 كمان، يعني قريب على الماكس. 20 ليفل يصير ماكس. هو الماكس ليفل 300 بالهارد مود. وين ضربني؟ تعال اتبعني اتبعني اتبعني، انا بدي اروضك اليوم. تعال تعال يا غبي، لك انا هون. ايوه اضربني اضربني اضربني، اضربيني ايتها الارجية، اضربيني اضربيني. افتح الباب افتح الباب. لا انا ما كنت بدي الباب ينفتح هيك. ياو، ليش هيك يا ربي؟ شو غلطت غلطة؟ انا ما كنت بدي الباب ينفتح بهاي الطريقة.
تعالي فوتي ادخلي. دخلت؟ لا والله ما دخلت. تعالي. خلينا نفوت من الباب الثاني. اوب 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 اوب. تعالي. ايوه فوتي. كويس 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 كويس. وانا تمام. سكر. أنا هون أنا هون. تعالي حطيني تبعيني إلى الداخل. أيوة خليك هون يا بتردون. ممتاز. بعد ما حبسناه خلونا نبعد عن الباب علشان ما ينفتح معانا بالغلط. نستعمل اللونج ليك. ايوه روح اللونج ليك هذا عندي كثير قوي. روح روح. خلينا نشوف التوربر. تربر اموره تمام. روح الى اين تهرب؟ الى اين؟ كويس. هلا يدوخ هلا يدوخ هلا يدوخ. بده كمان ضربه مو؟ لا والله بده كمان ضربة. آخر ضربة. آخر ضربة. دوخ يلا. دخ. شو ماله شو ماله شو ماله. آخر ضربة. روح. دوخ دوخ يا ابن الذين. بدو كمان ضربة. دخ. كويس بس ما نكون أثرنا على التيمينج إيفكت. شوي ثواني. كويس 140 التيمينج إيفكت. خلي نحط لنا من هذا علشان نعمل حماية. خلي من الطرف هذا شوي. وحدة وحدة هون. لك أنا ليش عم بتحرك؟ وحدة هون كمان. وحدة هون كمان علشان ما يجي جومبي او بتفله. حلو لانه هذا الارج ثمين. هذا الارج كثير ثمين. نشوف نسبة الجوع عنده كم. خليني بعد عنه علشان ما اضربه بالغلط.
والله مو جوعان، مو جوعان ابو الشباب، مو جوعان، خلي نروح نعمل لنا بيت علشان ننام لبين ما يكون جاع. حط سرير كمان ليس حلو، نحط كمان حيطان بس ما يكون ناس الحيطان. واحد اثنين شباب، انتم بعد ما تعملوا هاي الشغلات حطموها علشان ما يصير باللعبة لاج، انتبهوا انتبهوا على هذا الشيء. حط كمان السقف يصير انام. انا جوعان، اعطيني لحمني، اعطيني هذا الليمون، ممتاز. خلينا نام، نام. ان شاء الله اصحى ولا اقي جوعان. الان راح احط له اظن انه يكفي خلاص. راح احط له هذا مسرع الترويض بالاول، واعمل له بريموت بهذا الشكل، بعدين اجيب الكيبلات، كيبلات الاستاجو، وقل بسم الله. كويس، تيم معنا ليفل 419. يا سلام، والله هذا احلى تيم اليوم. بالنسبه للصدل شباب، الصدل يعني كثير سهل، يعني انك تصنع الصدل، الصدل اللي انت عندك اذا جينا على الانستغرام بهذا الشكل بار جي، صدل الار جي انفتح عندك بالليفل 62. شو بيحتاج منك الصدل؟ يحتاج منك اشياء يعني بسيطه، يحتاج منك كيراتين، لا مو صدل السلحفاه، طبعا صدل السلحفاه شوي يشبهوا علشان ما تخربطوا شباب. شوفوا هذا صدل السلحفاه وهذا صدل الار جي. السلحفاه اسمها تشارو بوربي ما اعرف ايش المهم، وهذا صدل الار جي يعني يشبهوا لبعض شوي. يلزمك 150 من الكيراتين ويلزمك 185 من يعني اشياء بسيطه، يعني تقريبا مثل صدل بترادون. تمام اخواني، انا مثل ما قلت لكم بعد ما تخلصوا التتييم هاي الاشياء كسروها علشان ما يصير عندكم لاج باللعبه، انتبهوا هاي الاشياء كسروها لا تخلوها، يعني حتى اقوى الاجهزه يصير فيها لاج. انا ما كان بدي انه انهي الفيديو والجو ليل، خلينا نشغل لنا نار نجي جنب الار جي، الار جي ناخذ صورة تذكارية كمان، خلينا نحط على منظور الشخص الثالث، ناخذ صورة تذكارية، وهاي صورة تذكارية كمان راح تروح للذكرى. راح احكي لاحفادي عن هاي الذكرى كيف روضت الار جي وكيف كانت مهمة صعبة. لا ما نسيت، لا مو هيك، هيك نكون صورنا الصورة. حلو، تمام اخواني، لهون انا راح اختم الفيديو، بتمنى يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم، ولا تواخذون ان الفيديو كان طويل. طبعا ترويض الار جي يحتاج هاي الشغلات اللي حكيت لكم اياها بالفيديو، انا راح اقسم لكم الفيديو كمان، الفيديو كمان مقسم يعني مثلا الكيبلات، مثلا الترويض، مثلا المهم انا راح اقسم الفيديو علشان اللي بده يشوف شيء يعني فقط يضغط عليه ويطلع له بالوصف. بتمنى يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم، اذا عندكم اي سؤال اكتبوا لي بالتعليقات، و اكتبوا لي شو تحبوا تشوفوا بالفيديو الجاي، مثلا اتيم لكم شيء ثاني مثلا، او اوضح لكم شيء ثاني، او اعمل لكم كبرات الى اخره. ولكم مني اطيب التمنيات، كان معكم اخوكم باسل من قناه محترف جيمر، والسلام عليكم.